تمتلك معظم دول العالم، وعلى مر التاريخ، شعارات وطنية، كثيرا ما تكون هذه الشعارات بصورة حيوان ما كالأسد أو العقاب أو الصقر أو النسر. الأخير أي النسر هو شعار جمهورية مصر العربية، الذي أثار ظهوره بشكل مختلف مؤخرا خلف الرئيس السيسي جدلا واسعا بين المصريين. طبعا مشاهدينا شعار النسر المصري هو نسر مزخرف مضموم الجناحين يتوسط صدره درع عليه الوان علم مصر. النسر طبعا كان شعار الدولة الايوبية منذ عهد صلاح الدين الايوبي ويرمز للانتصار والقوة. وهذا الشعار ظهر خلال مراسم تنصيب السيسي رئيسا لولايه ثالثه تحت قبه البرلمان الجديد في العاصمه الاداريه ولكن بعد ظهوره علق المصريون بشكل واسع على ما وصفوه بالاختلاف الواضح عن النسر المعهود في شعار الجمهوريه والذي كان موجودا في مبنى البرلمان القديم بوسط العاصمه النصر الجديد بات حديث المصريين الذين فصلوه واستلموه من رأسه حتى أخمص قدميه من الأجنحة إلى المخالب وحتى الطول وشكل العين والرقبة والتناسق وريش الذيل إليكم بعض التعليقات على مواقع التواصل خالد يقول الغريب حجم الاخطاء البشعه في الصنعه لا يمكن ان تكون فقط انعكاس اضاءه التركيز في التفاصيل يوضح مدى رداءه الصنعه والحجم الكبير فاضح لكل شيء اما عادل فيقول انا شفت في القديم وضعيه الرقبه فيها شموخ وكمان شفت رشاقه لدوله شابه لكن الجديد شايف فيه زيوت مشبعة ودهون في الأرداف وأول مرة وأول مرة أشوف نسر عنده لغد أو لغاليغ كما نقول وضعية الرأس في الجديد أقرب لبطة بلدي. مشاهدينا ميرال أيضا تعلق وتقول الفرق واضح رقبته قصرت والشموخ راح ولبس فستان خسارة. عبدالله لديه رأي يقول عشان ضعاف النظر اللي ما بيشوفوش الإنجازات فلوس القروض عاملة شغل عالي الفخامة مطلوبة برضو. عنوان المرحلة أخيرا تدوينة من احمد زقزوق يقول لقطتان توضحان الفارق بين الجمهوريه القديمه صناعه جيده تفاصيل دقيقه الوان مناسبه وحجم معقول والجمهوريه الجديده صناعه رديئه تفاصيل غليظه الوان فجه وحجم بالغ الضخامه مخالب النسر مغروسه في جمهوريه مصر العربيه وارفق تغريدته هذه بصوره يقارن فيها بين النسرين في القديم والجديد مشاهدينا، طيب ما تاريخ ظهور شعار النسر في مصر؟ بحسب موقع رئاسة الجمهورية ظهر النسر لأول مرة على علم هيئة التحرير ذي الألوان الثلاثة الأحمر والأبيض والأسود ونسر صلاح الدين الأيوبي يتوسط العلم واتخذ شعارا للجمهورية في أثناء الاحتفال بمرور ستة أشهر على ثورة يوليو تموز عام 1952 ويقول الموقع: إنّ النسر يرمزُ أو يرمزُ للانتصارات، وينظرُ ناحيةَ يمينِه للدلالةِ على الأخذِ باليمينِ أو التيمّنِ وهو مرفوعُ الرأسِ، ويرمزُ للقوةِ والانتصارِ على الأعداءِ وبعد الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958 حذف النسر وتغير شكل العلم ليصبح ثلاثي الألوان أحمر وأبيض وأسود ويتوسط المساحة البيضاء نجمتان خضراوان في إشارة إلى مصر وسوريا تغير شكل العلم مره اخرى بعد تولي الرئيس السادات مقاليد الحكم وتحديدا بعد اعلان اتحاد الجمهوريات العربيه الثلاث مصر وسوريا وليبيا، حيث حل الصقر محل النجمتين الخضراوين في منتصف العلم وهو العلم الذي خاض تحته الجيش المصري طبعا حرب اكتوبر عام 1973. وبعد تولي الرئيس الأسبق حسني مبارك الحكم اعتمد هذا العلم واستبدل الصقر ليحل محله مصر صلاح الدين الأيوبي بلون ذهبي واستمر حتى وقتنا هذا